السلام عليكم. مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية بين قوسين إلغاء نظام الكفالة. زي ما احنا عارفين أصلا إن مفيش نظام كفالة، ولكن هو كان قائم على أرض الواقع حتى هذه اللحظة إلى 14/3/2021. المبادرة شملت 3 خدمات. أول خدمة هي خدمة التنقل الوظيفي، تاني خدمة هي الخروج والعودة، تالت خدمة هي الخروج النهائي. طب امتى استفيد بخدمة التنقل الوظيفي، انتقل من صاحب عمل لصاحب عمل اخر؟ دي بيتم عن طريق ضوابط وشروط محددة تم النص عليها من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، نقدر نرجع لها في اي وقت عشان وقت الفيديو. طيب خدمة التنقل الوظيفي اقدر استفيد منها ازاي؟ تقدر تستفيد منها عن طريق منصة قوة، ولابد وشرط رئيسي ان يكون عقدك موثق الكترونيا. اما خدمه الخروج النهائي والخروج والعوده لا تحتاج اي موافقه من الكفيل تماما، ولكن وتستفيد بها من خلال منصه ابشر، ولكن يجوز للكفيل الاعتراض عليها، وطبعا بتكون في اضيق الحدود. تمام. طيب في بعض الحالات اللي بيسمح فيها للعامل الانتقال من صاحب عمل لصاحب عمل اخر دون توافر ضوابط او اشتراطات، منها مثلا سجن صاحب العمل، منها تغيبه، منها سفره، منها مثلا نفس هيها اللي هي نقل كفالة بدون موافقة كفيل. تمام. ومنها برضو حاجة مهمة جدا تشمل موجودة في المبادرة، هي ان يكون العقد غير موثق، يعني ما فيش عقد موثق إلكتروني. دي برضو من الحالات اللي بيسمح فيها للعامل الانتقال من صاحب عمل لصاحب عمل اخر دون اي ضوابط او شروط. طيب هتقول لي ايه يا اسامه الحاجه اللي احنا نقدر نحصل نفسنا منها ونستفيد بيها في المبادره اللي هتطبق بتاريخ 14/3/21؟ هقول لك اهم حاجه عقد العمل، لان النظر هيكون للفتره القادمه كلها لعقد العمل. فالناس اللي بتشتغل مثلا مهنه وبياخد مثلا راتبه فيها 3000 في العقد 3000 وياخد 2000، الكلام ده كله ما عادش هينفع. لازم حضرتك تركز في كل كلمه مكتوبه في عقد عملك، كل كلمة، وبالأخص البند الخاص بفسخ عقد العمل، لأن حضرتك لما هتعوز تنتقل من صاحب عمل لصاحب عمل آخر البند ده هو اللي هيحتكم مين اللي هيدفع التعويض وقد إيه التعويض. تمام. طيب ده بالنسبة لبعض النصائح. جاتني بعض الأسئلة عن الموضوع ده، يعني هقراها لكم وممكن تفيد الجميع. أولا، هل يتم إلغاء براءة الهروب مع النظام الجديد اللي هو مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية؟ لا يتم إلغاء بلاغ الهروب. طبعا المبادرة تشمل كل الناس اللي بتخضع لنظام العمل فيما عدا طبعا العمل الفردية وزي السائق الخاص وزي العمل المنزلي والكلام. طيب هل يوجد رسوم خدمة نقل العامل الوافد؟ نعم توجد رسوم، وتقريبا هتكون نفس الرسوم. طيب ايه هو الشرط الجزائي اللي انا ممكن ادفعه في حالة ان انا انتقل؟ طبعا التنقل الوظيفي بالنسبة للناس اللي جاية على السعودية، الناس اللي جاية بتأشيرات جديدة، ده يعني هيكون بعد انك تقضي سنة 12 شهر كاملين عند صاحب العمل. تمام. بعد كده تقدر تستفيد بالخدمة دي. اما الناس الموجودة في السعودية هنا تقدر تنتقل، وهيكون الاحتكام لعقد العمل في بند الفسخ، يقدر يدفع الشرط الجزائي الموجود في بند الفسخ. طيب الشرط ده طبعا بيبقى باتفاق الطرفين، وفي كل الاحوال ما يقلش عن قيمة شهرين. طيب عندنا سؤال تاني، هل المبادرة تشمل العمل المنزلية؟ أكيد لا. طيب ما هو وضع العمالة الحالية بعد إطلاق المبادرة؟ طبعا كل العمالة تقدر تستفيد ما عدا المهن الفردية زي ما احنا أوضحنا جميع المهن. في سؤال مهم جدا وفي غاية الأهمية، هل هقدر إن أنا أعدل مهنة أو أغير مهنة بعد تطبيق المبادرة؟ الإجابة لا، ما أقدرش أغير مهنة. يعني حضرتك المهنة المكتوبة في العقد الموثق هي المهنة اللي هتفضل شغال فيها، مش هتقدر تغيرها. طيب ما هي العقوبات عند الإخلال بالعقد من قبل العامل أو صاحب العمل؟ العقوبة هي الشرط الجزائي اللي احنا اتكلمنا عنه من شوية. طيب في آلية التعويض لصاحب العمل عن يعني مثلا احنا عارفين طبعا كلنا بعكس اللي بيحصل تماما، ان صاحب العمل هو اللي بيتحمل الرسوم، كافة الرسوم، رسوم الإقامة ورسوم كل شيء. طيب هو دفع لك رسوم الإقامة مثلا، ولنفترض سنة، جيت انت بعد شهرين وعايز تمشي، صاحب العمل الأول بيتعوض من صاحب العمل الجديد، بيجيب له تأشيرة مكان التأشيرة اللي انت أخدتها. تاني حاجة بياخد من صاحب العمل الجديد المدة المتبقية اللي هو دفعها في من تمن الإقامة. طيب عندنا سؤال ايه تاني،
طيب احنا قلنا، طيب هل يترتب على العامل الوافد دفع اي رسوم حكوميه؟ لا لا، العامل الوافد ده مش هيدفع اي حاجه، اللي هيدفع صاحب العمل الجديد بس. اتمنى اكون اوضحت الفكره كده بشكل سريع. ببساطه يا جماعه، لازم، انا نصيحتي ليكم كل الناس لازم تدقق في عقود العمل الخاصه بيها، ولازم كل واحد البند الخاص بالفسخ يشوف هو لو الشركه دي تقدر تستغنى عنه بسهوله، يحاول يخلي البند ده غالي مبلغ كبير يقدر يعوضه لما يمشي. اما لو حاسس ان هو لا، هو مش ضامنهم وعايز هو يمشي او عايز يتحرك، حد ادنى راتب شهرين في الشرط الجزائي. والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.